إليس معا نصنع المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال ظهيرة اليوم إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء مغشات تقريبا على كافة المناطق الشمالية الساحلية وخاصة المرتفعات والهضاب. خلال الأمسية إن شاء الله سحب ركامية رعدية ستخص المرتفعات والهضاب خاصة منطقة الأورس، هنا احتمال لبعض الزخات من المطر خلال أواخر النهار إن شاء الله، حتى على منطقة الصورة شمال الصحراء، منطقة الواحات، مرتفعات الهجار والتاسيلي إلى غاية أقصى الجنوب، مع زوابع رملية ستنشط مما يعمل على رداءة الرؤية على كل من الصحراء الوسطى وكذلك مناطق الجنوب الشرقي. درجات الحرارة تبقى في استقرار على الواجهة الساحلية، تتراوح ما بين 29 درجة إلى غاية 33 درجة، ترتفع على مقياس على غليزان معسكر عين دفلة وشلف إلى غاية 38 درجة تحت الظل، نفس المقياس جنوبا وبتحديد على جانيت 41 درجة على إليزي، نفس المقياس على بشار 45 درجة على كل من تندوف كذلك إن صلح وأيضا بسكرة المغير وتوغرت، ترتفع إلى غاية 46 درجة وهذا كعلى مقياس وتحت الظل على كل من تيميمون وأدرار. خلال الليل درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 17 إلى غاية 21 درجة تقريبا على كافة المناطق الشمالية الساحلية وحتى على المرتفعات والهضاب، تصل غاية 25 درجة على بشار، 21 درجة على تمنراست، 29 درجة وهذا على أقصى الجنوب، كذلك مناطق الجنوب أقول الغربي والشرقي وكذلك شمال الصحراء، لتقارب 30 درجة وهذا على الصحراء الوسطى. أما البحر خلال نهار اليوم إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر هادئ جميل على الوجهة الغربية والوسطى، حتى رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة، لكن بحر من قليل من هادئ إلى قليل اضطراب أقول على السواحل الشرقية، هنا رياح ضمن تيارة غربية شمالية غربية تصل لغاية 30 كيلومتر في الساعة. أما عن وقت غروب الشمس على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 8:04، وللتواصل معنا نحو الطقس ما عليكم إلا النقر على مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة، صحة فطوركم والسلام عليكم.